اما هلا سلم ننتقل لمساحتنا الطبيه لليوم، رح نحكي عن جانب كثير مهم طب اليوم، معالجه الندبات، الحروق، كثير من الاثار. في كثير من الناس المتضرره الى اليوم خرجت من تحت الانقاض، لكن في بعض الاثار موجوده، في كثير ناس تعرضت لردات وندبات لبعض الحروق، معالجتها وطريقه علاجها بتختلف، الاستمرار بعلاجها قديش بخفف من علام هي الندبات على الجسم. موضوع بعتقد كثير مهم اليوم لكل الناس اللي يعني عم يتابعونا، نحكي عنه اكثر معنا اختصاصيه التجميل والليزر ايمان عثمان بالاستديو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور. خلينا نبلش من طبعا اثار ما بعد الكوارث والازمات. بنعرف كثير اشخاص ممكن يتعرضوا لانواع من الجروح الخطيره، وفي منهم بيتعرض لحروق، ولكن بالمجمل كله بيترك ما يعرف بالندبه. فكيفيه التعامل مع الندبات اللي بتكون ناتجه عن مثل ما قلنا حوادث، كوارث، احيانا حروق؟ هلا هو بالحقيقه في عنا اجهزه حديثه كثير نازله، مثل جهاز الاوزون بلازما يلي عم يعمل تقييم لجزيئات الهواء، بحولها بيستخلص منها الاكسجين النقي، بحوله الاكسجين ثلاثي، بيخترق البشره، بيشتغل على تنشيط الياف الكولاجين والايلاستين، بيسرع شفاء الجروح، بيعالج الحالات الالتهابيه، اذا في عنا حب ممكن يعالجه، اذا في عنا الجرح مجرسم ممكن كمان يعالج هذا الشيء، ممكن يساعد على انه ما يترك ندبات. يعني انت لما بتعالجي جرح هو جديد، سواء كان جرح تجميلي او جرح علاجي او من الاثار المتضررين مثلا من الزلزال او اي جرح ثاني، فانت قادره انك تشفي جرح بدون ندبات او بندبات كثير خفيفه نسبيا بسيطه. طب خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه، في كثير من الناس يمكن ما خرجت فورا من تحت الانقاض، اخذت وقت ثاني يوم ثالث يوم يعني، فاللي عندهم جروح او حروق قاسيه كمان تاثرت بسبب الظروف. خلينا نحكي معالجته هون بتكون مختلفه، واحيانا بصير اسعافات اوليه باللحظه يعني آني. هون ممكن المعالجة الإسعافية إذا كان فيها خطأ ما بتأثر على الحالة؟ هلأ هي لما عم تكون المعالجة خطأ ممكن يصير التهابات، ممكن يصير مشاكل بهذا الجرح، لهيك أنا قدمت هاي المبادرة كونه هذا الجهاز الأول بسوريا اللي هو موجود لتسريع الجروح ومعالجة الحالة الالتهابية بنفس الوقت. فالناس اللي طلعت من تحت الأنقاض بعد يومين وثلاثة وصار عندها مشاكل بهذا الجرح، هي قادرة تتفضل لعنا ونقدم لها هي الخدمه مجانا لحتى نساعدها بانه ينشف. فينا نحط رقم هاتف على الشاشه؟ ايه طبعا اكيد اذا بتذكري، لانه ايه في ناس ما عندها القدره الماديه اليوم للمعالجه، وهي مبادره بعتقد جدا مهمه مشكورين عليها عم تقوموا فيها. خلينا نحكي، سمينا المبادره مع نشفي جروح، رقم الهاتف 011-347-200 011-347-700 والموبايل 095-347-200. هلا بنرجع بنعيدهم مشان اذا قدروا يسمعونا بكنترول، وبنرجع اكيد بنحطهم على صفحه صباحنا غير مشان الناس اللي بدها طبعا تقدر تدخل على صفحتنا تاخذ الارقام تتواصل مع. تمام. نحن كمان عم نقدم دعم نفسي، يعني انا والاخصائيه هتون موسى عم نشتغل على موضوع مثل ما حكينا مبادره مع نشفي جروح، هي عم تشتغل على معالجة الجروح النفسية، الصدمة ما بعد الزلزال، وأنا عم بشتغل على موضوع شفاء الجروح. ونحن ما رح نكتفي بأنه بس اللي هلأ طلعوا جديد أنه نعالجهم، يلي بحاجة أنه نستمر معه ممكن نستمر، يلي بلشنا معه بمعالجة الندبات حضل مستمرة معهم حتى ممكن لبعد سنة لتنضج الندبة، ممكن تابع معهم كمان بفراكشنال ليزر أو بلازما جيت لحتى نقدر أنه نخفي هاي الجروح، لأنه دائما نحن لما بيكون في عنا جرح مهما كان بسيط إذا بمكان مثل الوش أو شيء، كل ما بتطلع المراية حتتذكري الأثر النفسي اللي عمله هذا الجرح، فهي الندبة بالقلب صارت قبل ما تكون بالجسم. هذا شيء كتير مهم. هون كان بدي أسألك، يعني اليوم في ناس كتير بتفكر أنه أنا ممكن روح أعمل جلسة أو جلستين فبيخف تأثير هذا الموضوع، قديه بتاخد وقت علاج الندبات يعني مشان الناس اللي عم تتابعنا تعرف، وقد الليزر كمان سهل بهذا الموضوع؟ تمام. هلا وقت يعني يكون الجرح بعده جديد ممكن من خلال الاوزون، اذا كان في عندنا حاله التهابيه جلستين او ثلاثه هدول كافيين لانهم يعالجوا كحاله التهابيه، بس كندبه ممكن نحتاج 6-8 جلسات. هلا الاوزون فينا نشتغل يوم اي يوم لا، او فينا نشتغل يومين بالاسبوع لحتى نقدر نسرع بالشفاء بشكل جيد، ممكن بالبدايه يوم اي يوم لا، بعدين بنصير يومين بالاسبوع لحتى نقدر نسرع الشفاء بشكل جيد ونكون خالصين من الحالة الالتهابية.
بعد هيك بننطر ممكن لحد 6 شهور لحد تكون نضجت الندبة وصرنا قادرين انه نتابع فيها بالفراكشنال ليزر. هلا اذا كانت بمنطقه مكشوفه مثل الوش او الايدين بفضل على الشتويه الجاي انه نبلش بالفراكشنال عشان ما نتعرض لشمس او مصادر حراريه، بينما اذا بمناطق مخفيه من الجسم فاكيد نحن فينا دغري يعني فينا نبلش نعالج بالفراكشنال ليزر. بين كل جلسه وجلسه قد ايه؟ هلا بالفراكشنال بدنا شهر لانه الاستقلاب الخلوي يعني بيحتاج انه شهر لحتى تترمم الطبقه اللي قشرناها ونحصل على طبقه جديده من الجلد. مشكورين. يمكن مبادره جدا مهمه اليوم لانه في كثير من الناس ما عندها القدره الماديه، وفعليا كثير من الناس تعرضت لندبات وخصوصا الاطفال والنساء. الموضوع مختلف، يعني شفنا كثير من الاطفال خرجت من تحت الانقاب بس في علامات على الوجه على اليدين. هون معالجه، خلينا نحكي عن المعالجه هدول الندبات، عم شوف تسلخ بالوجه، في ناس فقدت جزء كتير كبير من الجلد، هون كيف بتتم المعالجة هاي الندبة؟ بدها مجهود أكبر أو بتحتاج تطعيم جلد؟ هلا تماماً، هلا احنا في عنا أطباء جراحة تجميلية وترميمية بالمركز من أهم أطباء البلد كمان، يعني عنا الدكتور مصطفى الأحمد، عنا الدكتورة رندا الزعيم، عنا الدكتورة نور، دكتورة يارا، هن يعني من أهم أطباء البلد وكمان هن المتعاونين أكيد بهذا الموضوع. في حالات ممكن تتطلب حالات ترميمية، ممكن يكون في نقل طعوم من مناطق بالجسم مخفية لمناطق مكشوفة، حسب يعني كل حالة شو بتتطلب. طيب خلينا نقول اليوم نحن هاي المبادرة انطلقت من بداية طبعا الزلزال ومستمرة ممكن سنة على حسب الحالات تماماً. اللي عم توصلكم. مركزكم موجود بالشام، كيف عم بيتم التواصل مع طبعا نعرف عدد كبير من المتضررين بالمحافظات، يعني كان باللاذقية او بحلب، فكيف عم بيتم التواصل؟ هل في لكم فرع مثلا هنيك ممكن؟ نحن ما قلنا فروع هنيك، نحن بس بالشام بالمزرعة بشارع الشلال، بس من خلال الاتصالات، من خلال التواصل عبر الواتساب والسوشيال ميديا عم ناخذ حالات. في ناس اونلاين يلي عندهم استشارات نفسيه اونلاين عم يتواصلوا مع الاستاذه هتون وعم تقدر تساعدهم بهذا الموضوع. في ناس قدروا انه يطلعوا من المحافظه لهم قرايبين بالشام فنحن عم يتواصلوا معنا وعم نقدر نساعد بهذا الموضوع. يعطيكم الف عافيه. طيب خلينا نحكي عن الندبات عند الاطفال، بتاخذ وقت اكثر من ولا لا؟ بالعكس، هو الاطفال كونه يعني استقلابهم اعلى وهن بمرحله نمو فهن اكثر قدره على الشفاء، يعني هن بيساعدونا لانه جسمهم كثير بيكون عم يساعد. المهم انه ما يكون عندهم فقر دم، ما يكون عندهم مشاكل بالمعادن والفيتامينات لحتى انه جسمهم يستجيب اكثر. بس قديش ممكن تشوفوا رده فعل الشخص او الطفل اليوم لما تقدموا هي المساعده؟ يمكن بيعطيكم حافز فعليا للاستمرار بهي المبادره. هو يعني بتحسي بسلام داخلي، بتحسي انه قد ايه لسه سوريا فيها خير. نحن مو بس يعني في ناس كمان عم تجي تقدم لنا دعم لحتى نقدر نكمل بهي المبادره. فهذا الشيء كثير بيسعدك انه الحمد لله رغم كل الظروف الصعبه اللي مرقنا فيها، كانوا بيقولوا الميت ما بيشيل الميت، بس شعبنا رغم كل شيء مرق عليه لسه حتى الشخص اللي كثير تعبان هو قادر لسه يقدم مساعده، قادر قد ما كان على قد قدرته على قد امكانياته. شفنا العسكري اللي شلح جاكيته على الحاجز بالبرد وقال بعتوه للناس اللي طالعه من بيوتها، شفنا الشخص اللي جاب كيلو رز كمان العسكري وقدمه مع انه ما عنده شيء ثاني يقدمه. انا بعرف وحده عم تجمع المصاري بدها تعمل رنين مغناطيسي وكثير مضطر عليه، وقت اللي صار الزلزال قدمت المبلغ نفسه لناس متضررة انه خلص انا بدبر حالي الله بيدبرني خلص، بس في ناس كتير صعب وضعها هلا هن احق مني. شفنا كتير مبادرات من ناس، مبادرات فردية عن جد يعني بتكبر القلب. صحيح تماما، دائرة الخير بتدور، يعني احنا دائما بننوه انه اللي بيعمل خير اليوم اكيد رح يلاقيه بكرة او بعده او اللي بعده، المهم نبلش لانه هي الحلقة اذا بلشنا فيها ما بتنتهي. يمكن نحن عم نحاول دائما نستعرض مع كل مشاهدينا يعني مبادرات مختلفة متنوعة. ناس بتسأل انه مركز تجميل شو ممكن يقدم، يعني ما بيخطر على بال الناس انه شو ممكن يقدم، ولكن هي فكرة مهمة وضرورية حتى لو كان المركز بالشام. يمكن شوي شوي اللي قدران يقدر يتواصل. فكرتوا شيء انه ممكن تعملوا زيارة مثلا للمحافظات، ممكن تتبنوا حالات من خلال تبرعات اللي عم تجيكم؟ نعرف لانه هلا كمان صعوبه التنقل، في ناس هلا بالشارع لساتها ما بتعرف وين رح تقعد، فيمكن صعب انها تقدر
تقدر توصل او تتواصل معكم حتى توصل على الشام؟ هلا اكيد فكرنا بهذا الشيء وان شاء الله قريبا نحن بدنا نتواصل مع مشفى النور بجبله لحتى نشوف الحالات اللي عم توصلون وشو الحالات اللي ممكن يصير تشبيك مع المشفى يمكن افضل. لانه سابقا كان لنا شغل مع مشفى النور ومركز تجميل بمشفى النور، فهي المره ممكن انه نشتغل على انه نقدم كمان دعم بالنسبه لموضوع العلاج مثل ما حكينا النفسي والجسدي للجروح المتسبب فيها الزلزال. هلا كمان في ناس من بسبب الزلزال صار معها صدمه نفسيه، صار عندها تساقط شعر. فكمان هدلون ممكن عم يتواصلوا مع الاستاذه هاتون ممكن تعالجهم نفسيا، وفي ناس عم يجوا لعنا مشان نعالج لهم الشعر. نحن في عنا تقنيات في مركز رودي لما حدا عنده اياها مثل الكابوكسي ثيرابي، مثل الهاي فريكونسي، مثل الديود ليزر هيلميت، هدول يعني عم يرجعوا يطلعوا شعر جديد، عم يرجعوا البيبي هير او الوبر عم يرجعوا يسمكوا ويطولوا. يعني حتى الناس اللي تاثرت بهي الحاله سابقا كان ما لها علاج، انه يعني هير شعره من الرعبه خلص ما له علاج، هلا عم نعالجه نفسيا ونرجع نتابع معه بعلاج جسدي لحتى نقدر نرجع اللي راح ونحل هي المشاكل. الله يقويكم، كثير حلو اللي عم تقوموا فيه، كثير جميل، لانه عم تحكوا عن تفاصيل يمكن الناس ما بتنتبه لها. تمام، هي نقطة كثير بتأثر، كثير بتأثر على نفسية الأشخاص المتضررين، على الأطفال، على النساء. ولما نقول مركز تجميل ممكن يعمل هيك مبادرة، في عندنا مراكز تجميل عديدة وكبيرة إن كان بدمشق وجميع المحافظات، فانطلاقا من مبادرتكم ممكن جميع المراكز تعمل هي المبادرات، تكونوا أنتم البوصلة الأساسية والبداية لهي المبادرات. خلينا نحكي استمرارية المبادرة لوين راح تكون، كيف مكملين؟ يعني دائما نحن بنحكي إنه بالحدث خلقت المبادرة، حنحاول نكون موجودين ونقدم يد العون، لوين مكملين؟ يعني لما تقولي بلشنا بهي الفكرة وعم نحط ببالنا التشبيك مع مشفى النور للاستمرار، لوين رح تكملوا فيها؟ هلا نحن طول ما قادرين نساعد، طول كل شيء قادرين نساعد فيه وندعم فيه نحن جاهزين. في حالات يمكن يعني نضطر انه نتقبل دعم كمان لحتى نقدر نضل مكملين، مثل عمليات الجراحية اكيد نحن بحاجة لدعم، لانه صار في عندك اجار مشافي، صار في عندك يعني مواد اولية كثير مطلوبة لحتى نقدر نكمل. بس كل شيء ضمن مجال الاجهزة انا جاهزة اكمل فيه لمدة سنة. كمجال دعم نفسي كمان حسب الاستاذة هاتون ممكن شهرين ثلاثة اكثر، حسب كل حالة شو بتتطلب. يعني في حالات ممكن تحتاج جلسة جلستين تخلص من الصدمة، في ناس ما انصدم يعني ما كانوا هنا موجودين اثناء الزلزال، مثلا مثل اللي عندنا بمحافظة دمشق انه هن ما كانوا موجودين بالزلزال، بس هذا الرعب النفسي اللي اخذوه من السوشيال ميديا. نحن كمان في ناس عم تجينا انه من الشام بس يعني عم يصيبها حالات رهاب، حبسة كلامية، مشاكل بالنطق، هذا كلياته بسبب انه قد ما عم يعني ارتعبوا وقت الزلزال، بس اللي شافوه على السوشيال ميديا من البيوت المهدمة كذا رجعت لهم ذاكرة الاحداث اللي من سنة 2011 عندنا، القصف، المشاكل اللي صارت، صوت الرصاص، صوت الدبابات، يعني هي القصص كلها رجعت بذاكرتهم، فهن رجعوا عادوا الصدمة بطريقة ثانية. فهدلون يعني حسب كل حالة شو بتطلب. خلينا ختاما ممكن شهر اثنين ممكن سنة. الله يقويكم يا رب. خلينا ختاميا نذكر قبل ما نختم بأرقام المركز لأي حدا حابب يتواصل فعليا معكم. الرقم الأرضي 011-347-200، الموبايل 095-347-200، مركز رودينا. بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا ونتشكركم على هي المبادرة، ونتمنى أكيد أنه هي المبادرات تتوسع وكل حدا بيقدر يقدم شيء ما يقصر، لأنه نحن بحاجة لكثير لسه لحتى يتقدم لحتى نعالج أكبر قدر ممكن من الناس المتضررين. وبالنهاية كلياتنا أصبحنا متضررين بجزء معين نفسيا بشكل او باخر. تماما، بدي اتشكرك. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا لك.